البق ده. ازيكم عاملين ايه؟ انا عايزه اوضح لكم حاجه. في اغنيه منتشره جدا على السوشيال ميديا اسمها بلاش مش عارف ايه يا حوده. الحقيقه الاغنيه قذره جدا وانا مكسوفه اقول اسمها. بس انا عايزه اقول لكم انا ماليش علاقه خالص بالاغنيه دي. والصوت اللي بتغنيها صوت واحده بقره جاموسه طلعت معر مش صوتي خالص. كل اللي عملوه في ناس محروقه مني، انا مش عارفه ماما حرقين مني ليه. عمل الاغنيه دي واخدوها الصوت الاوديو وركبوه على جزء برقص فيه ما فيهوش حركه ليبسنج ما فيهوش حركه بق من اغنيه على وجهك انتي عشان ما يبانش انا بغني ايه. ركبوها عليها ونزلوها على السوشيال ميديا على اسم هي اغنيتي. وانا طبعا استحاله اغني حدى وفيكي مش كده خالص، ولا نفيت الكلام ده في الاخبار وعلى المواقع. انا بس بقول لكم عشان تاخدوا بالكم ان في حاجات كتير الايام الجايه هتتعمل وتتكتسب ليا عشان انا داخله حاجات جديده. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بقى هي دي صفه الرحم، ربنا ينفخ في خدكم ويسلخها رب حق جاهل مصطفى.